ليش دائما كانوا غلطانين اليهود مع انهم يعرفون الكتاب، يعرفون الوصايا؟ الشيوخ الفريسيين، الصدوقيين، الناموسيين، الكتبة، ليش كانوا دائما غلطانين؟ اول شيء لانه كانوا بيعرفوا الكتاب وبيجهلوه، بيعرفوا الكتاب وبيجهلوه. قال له الرب يسوع بمتى 22، فاجاب يسوع: تضلون، يو ار، تغلطوا، اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. خلي اسالك سؤال، انت اللي ايه مزبوط، مش معقول هول كيف كانوا. خلي اسالك سؤال، كم مرة انت بتعرف آية وبتقول الآية بس بعدين تفحص حالك بتلاقي حالك عم تسلك عكس الآية؟ او كم مرة استعملت الآية بغير محلها لحتى تبرر تفكير او تصرف عندك؟ كم مرة؟ منوقع بهيدي الزلة. متى 15:14 قال: اتركوهم، هم عميان قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة. العمى البشري يعني الجسدي منه عيب، كلنا ممكن يكون عندنا عاهات كثيرة أو تشوهات كثيرة، لكن عم بياخذ الصورة ليمثلها روحيا. فتصوروا شخص لا يرى وبيقول لك خليني أنا أودك، خليني أركض قدامك، أنت تبعني، امسك إيدي لوجهك، ما بتزبط. عم بقول تركون، هن عميان قادة عميان، إذا كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة. وهون بدي حذر، مش بس القائد الذي لا يرى ولا يعرف الكتب، بدي حذر الذي يقاد ويتبع قادي لا يرون. يا ما في ناس بقول ما بهمني شو بيقول، ما بهمني شو بيحكي، ما بهمني شو بيعلم، بهمني أني روح هيك اسمع وصلي. Good luck، حظ سعيد